يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترند على شاشة القناة الأولى. النهاردة هيكون معانا كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على السوشيال ميديا وكانت ترند على مدار الأسبوع. ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترندز أوف ذا ويك. الوثائقية تتصدر الترند على تويتر. ليوناردو دي كابريو دعاية مجانية للسياحة في مصر. الحلق العامل قلق. ظهور سيلينا جومي. اتصدرت قناة الوثائقية الترند على تويتر الأسبوع اللي فات بعد انطلاقها، وطبعا في ناس كتير عبرت عن سعادتها الكبيرة بالقناة لكونها أول قناة وثائقية مصرية، وتعتبر هي أول قناة وثائقية مصرية بيتم إطلاقها وبتحكي القصة كاملة للعديد من القضايا والأحداث اللي شهدتها مصر على مختلف المجالات سواء السياسة أو المجتمع أو الفن أو الاقتصاد، وأفلام عن الطبيعة ومناطق وشخصيات مصرية بارزة. وكل التوفيق طبعا للقائمين على القناة. الحاجات الجميلة اللي كان لازم نتكلم عليها النهاردة هي الكلام اللي كتبه النجم العالمي ليوناردو دي كابريو عن شواطئ البحر الأحمر، وتحديدا عن الشعب المرجانية فيها اللي بتعتبر الأجمل في الدنيا، وإنه الصفاء والنقاء بتاعها مش موجود في أي حتة في العالم كله. الفنانة أحلام هي واحدة من أكتر الفنانين في الوطن العربي اللي دايماً بتثير الجدل بإطلالاتها، واللي كان آخرها الحلق اللي ظهرت بيه في حفل الليلة المسائية بالرياض، واللي كان السبب في إنها تتصدر الترند بسبب مظهره. واللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا في الصور هو ده الحلق الضخم جدا، وهو طبعا من تصميم نيكول جبران وطوله أكتر من 15 سنتيمتر. والحقيقة هو مش حلق بس، ولكن هو عبارة عن هات بيس كاملة ومكون من الحلق اللي ظهر في الصورة وتاج للراس، وكان مرصع بالماس والكريستال. وسبق ان هو ظهر بيه سيلينا صموئيل الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان السابقة، وكمان رومي شيباني ملكة جمال برضو السابقة، ولكن هم ظهروا بيه بغرض تسويقي فقط. ولكن القطعة اللي ظهرت بيها أحلام واللي أثارت الجدل على السوشيال ميديا اتصنعت يدويا ليها خصيصا، وتم إضافة بعض الأحجار الكريمة للحلق والتاج، بالإضافة طبعا للكريستال والماس زي ما قلنا قبل كده. الحقيقة أنه من أبشع الأمور في الدنيا هي قصة التنمر، وخصوصاً لما يكون حد بيتنمر على مرض أو مريض. في سنة 2014 تم تشخيص إصابة النجمة العالمية سيلينا جوميز بمرض الذئبة، وتدهورت حالتها الصحية، وكمان اضطرت لزراعة كلية بعد كده. المهم أن سيلينا ظهرت الأسبوع اللي فات في لايف على صفحتها الشخصية في التيك توك، وكانت بتتكلم عن اللي حصل لها وكل التغيرات الجسدية والنفسية اللي حصلت فيها بسبب المرض والأدوية. المشكلة انه هي بتتكلم ظهر بعض المتنمرين اللي سكروا من وزنها الزايد، وكان ردها عليهم ان ده بسبب المرض والادوية واللي بتخلي جسمها يزيد في الوزن، وقالت بانفعال انها مش موديل ومش مطلوب منها انها تكون بشكل معين. اللايف اللي ظهرت فيه سيلينا كان معاها فيه اختها الصغيرة جيرسي، وقالت سيلينا فيه انها ما كانتش بتحب تظهر لانها شافت ان الظهور هيبقى متاجرة وتشهير بمرضها، وقالت لكل المتنمرين عليها انها عارفة انها كل يوم بتكبر وهي مبسوطة لانها عاشت حياة جميلة قبل اصابتها بالمرض. وبالرغم من تعرضها للتنمر من بعض الناس، الا انها قدمت الشكر لكل الناس اللي دعموها نفسيا خلال الفتره اللي فاتت. ويمكن كتير مننا كان شايف الفيلم الوثائقي اللي اتعرض السنه اللي فاتت واللي اتكلم عن معاناتها مع المرض العقلي ومرض الذئبه. وبكده تكون خلصت فقره ترندز اوف ذا ويك. من فترة قريبة نزل على واحدة من المنصات العالمية فيلم كسر الدنيا اسمه Mother Android، والفيلم كان بيحكي عن قصة ازاي الذكاء الاصطناعي في مرحلة ما دخل في كل حياة البشر وفجأة وبدون أي مقدمات. التطور الرهيب فيه أدى لتدمير الكوكب كله بشكل كامل ونهائي، ورجع الحياة على كوكب الأرض للبدائية. الحقيقة إن وقت ما نزل الفيلم وانت بتتفرج عليه كان ممكن تحس إنه خيال علمي صعب إنه يحصل، ولكن اللي بنشوفه من بداية السنة وخصوصا الأيام الأخيرة يخلينا نبتدي نشك ونقول لأ ده الكلام ده فعلا ممكن إن هو يحصل. والدليل على ده إن من أكتر الحاجات اللي متصدرة الترند عالميا خلال الأسبوع اللي فات هو قصة تشات جي بي تي، وده باختصار برنامج معتمد كليا على الذكاء الاصطناعي، وبيعمل حاجات تقدر تقول عليها كده إنها خرافية. يعني مثلا تقدر تطلب منه ان هو يكتب لك موضوع معين ويكتبه بشكل احترافي، استحالة تقول انه مش انسان اللي كاتبه. حاجة تانية ممكن ان هو يألف ويلحن الاغاني كمان ويكتب الاعلانات، وكمان يقوم بدور موظف الموارد البشرية ويعمل كمان مقابلات. اما لو كنت بروجرامر مثلا فهو يقدر يكتب لك الاكواد الخاصة بلغة البرمجة اللي بتستخدمها، او مثلا يشتغل معاك مدرب لياقة بدنية.
طيب هل ده بس الحاجات اللي ظهرت من اول السنه ليها علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ اقول لك لا. براند دي أداة اسمها براند اتصدرت الترند خلال الأسبوع اللي فات وبقت تعمل كل اللي فات ده، بالإضافة أنها كمان قادرة على تكوين صداقات مع البشر. يعني إيه؟ يعني لو أنت ملكش أصحاب هتلاقي صديق من الذكاء الاصطناعي في كل المواصفات اللي أنت عايزها، ويقضي معاك يومك ويحكي معاك وتحكي له عادي جدا. وده بالضبط اللي كان حاصل في فيلم هير العالمي الشهير. في قصة تانية من حوالي شهر كده في نوتنغهام في بريطانيا، في الوقت اللي كان الناس واقفين بيدفنوا فيه سيدة اسمها مارينا سميث ماتت وهي عمرها 87 سنة، اتفاجئ الناس بيها بتظهر قدامهم وبتكلمهم وبترد على أسئلتهم. طيب ازاي ده حصل؟ ده حصل بتقنية الهولوجرام. طيب اللي ما يعرفش يعني ايه هولوجرام يا جماعة، هو واحد من التقنيات الحديثة اللي تخليك تشوف الشخص قدامك كأنه حقيقي. يعني مثلا ممكن تحضر حفلة للست أم كلثوم مثلا بالتقنية دي وكأنها موجودة بجد واقفة على المسرح بتغني. متهيألي احنا شفنا الحاجات دي كتير على السوشيال ميديا وحصلت قبل كده في الأوبرا. المهم ان المفاجأة اللي سببت حالة من الرعب للناس اللي كانوا حاضرين الجنازة انه كل الناس كانوا حاسين انها فعلا شخص حقيقي واقف قدامهم بالفعل، مش حاجة معمولة بالذكاء الاصطناعي، لدرجة انها كانت بترد على اي سؤال يتسأل لها. طيب طبعا حد ممكن يسأل ازاي الرد حصل. القصة ببساطة ان الشركة اللي صممت الهولوجرام عن طريق الذكاء الاصطناعي برضو جهزوا الاجابة عن 25,000 سؤال ممكن يتسألوا ليها، وبالتالي الموضوع ظهر كأنه طبيعي جدا. ولو قعدت احكي لكم عن الامثلة اللي ظهرت من اول السنة دي محتاجة حلقات مش فقرة واحدة، عشان كده هيكون معايا دلوقتي مداخلة من احمد السخاوي خبير امن المعلومات عشان نعرف منه تفاصيل اكتر عن الموضوع ده. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ امين. ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. حضرتك سمعت طبعا الاصطناعي. يعني انا عايزه اقول لك ان الموضوع بقى حاسه ان كل حاجه ممكن تحصل. يعني زمان كنا نقول، يعني انا في حاجه كنت قريتها الاستاذ مصطفى محمود انه في سنه 1966 كان بيقول ان في موبايلات هتطلع في سنه 2000 والناس كانت بتضحك على الموضوع ده. فدلوقتي بقيت حاسه ان كل حاجه وارده انها ممكن تحصل. حقيقة طبعا حضرتك أسلفت الذكر مقدمة مهمة جدا عن ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والبيج داتا كمان، يعني حضرتك ذكرتيها كإكزامبل كده، وهو عدد الأسئلة اللي كان تم تغذيتها للست اللي كانت متوفية في بريطانيا. وبنتكلم كمان على إنترنت الأشياء اللي هو الأي أو تي. مبدئيا الثلاث حاجات دول مهمين جدا وبيغذوا كل قطاعات التكنولوجيا الفترة القادمة. اولا شات جي بي تي اللي حضرتك اسلفت الذكر واتكلمنا عنه، هو منصه نقدر نقول معتمده على الذكاء الاصطناعي، تم تغذيتها ببيج داتا كبيره جدا جدا جدا، وخصائص تعليم عن طريق الذكاء الاصطناعي كبيره جدا جدا. بنتكلم هنا ان احنا عندنا اله، عندنا معلومات وهي البيج داتا، عندنا اي او تي وهو فكره ان يبقى في ديفايس موجود في الباك اند بيشتغل، بيقدر ان هو يديني اجابات على الاسئله اللي انا بطرحها، وفي فكره ان انا اقدر اتعلم. طيب تمام. كل ده دي بشكل مبدئي. طيب فكره شات جي بي تي ايه؟ الفكره نفسها من الويب سايت ده اللي بقى موجود، وطبعا عملته شركه اوبن اي اي. طبعا ده كان منصة بحثية كبيرة جدا، دفعت فيها بعض الشركات الكبيرة زي مايكروسوفت، دفعت مثلا مليار دولار، بنتكلم طبعا في مبلغ ضخم جدا طبعا. اشترك فيه اكتر من حد زي ايلون ماسك، كان من احد الفاوندر حاجة زي كده، كان في بعض الملاك والرؤساء لحاجات زي لينكد ان وزي تليجرام وات ايفر، بقى بنتكلم فيه كبار 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 وعظماء التكنولوجيا حول العالم. نتكلم ان الذكاء الاصطناعي الفتره دي بقى يقدر يقوم بحاجات كتيره جدا مخيفه، يعني وليكن مثلا احنا زي ما اتكلمنا على جي بي تي، يقدر يرد على كل اسئلتي، يقدر ان هو يخمن، يقدر يكتب كود خاص بويب سايت، يقدر ان هو يتواصل معايا كبني ادم طبيعي جدا، يقدر ان هو يعمل كل حاجه. انا بتكلم هنا ان هو حرفيا هو قاعده موسوعيه، كان انا جايب بني ادم بساله ويقدر يرد على اي حاجه، بنوع من انواع الذكاء ونوع من انواع ان انا مثلا سي هنتكلم مثلا في موضوع الترجمه، هنيجي مثال في ناس مثلا احيانا بتستخدم ترجمه جوجل وتيجي تحط الكلام اللي عايزه تترجمه ما يبقاش مظبوط، يطلع الكلام في
في اخطاء في اللغويه، اخطاء بالظبط. مختلفه، حاجات كتير جدا. بنتكلم هنا ان شات جي بي تي قادر يعمل كل ده بدون اي مشكله ايا كانت هي ايه. طيب أنا عايز ودي أسأل نقطه حضرتك أسئلة، يمكن المشاهد اللي بيتفرج علينا في البيت هيكون هو ده اللي عايز يسمعه. هل ممكن الذكاء الاصطناعي يشكل خطورة على البشر؟ هل ممكن هو إحنا نقعد في البيوت بعد كده والذكاء الاصطناعي يشتغل مكاننا أيا كانت إيه هي الشغلانة؟ ممكن ده طيب يحصل؟ احنا هنقسم طبعا هنتكلم ان الذكاء الاصطناعي هنقسمه لثلاث مستويات. مستوى محدود هو المستوى اللي كان موجود في بعض الالعاب، اللي موجود بشكل مبسط جدا ان انا اكتب كود معين لو كتبت على الاله الحاسبه. على فكره الاله الحاسبه هي تعتبر ذكاء، طبعا لان انا مخزن لها بعض الاوامر البسيطه جدا في حدود القدرات المحدوده بتاعتها، وده يعتبر ذكاء. ولكن المستوى الثاني، وهو مستوى مخيف شويه اللي احنا بنتكلم فيه قبل المستوى الثالث، وهقول لحضرتك المستوى الثالث ده هيبقى فيه ايه، لان ده يخوف جدا ويخوف الناس كلها. المستوى الثاني هو المستوى اللي احنا بنتكلم فيه حاليا، اللي هو شات جي بي تي. بنتكلم ان احنا عندنا مثلا تقنيات زي الهولوجرام المعتمده على بعض الاضافات كده في الذكاء الاصطناعي. نتكلم ان احنا عندنا في تعليم احيانا بيحصل دلوقتي معتمد على الذكاء الاصطناعي، بيكون فيه روبوتس تقدر ان هي تعلم الاولاد، وده بالمناسبه بيلغي فكره المعلم التقليدي. وللاسف انا بقول كده ولكن ده موجود او بدا يبقى موجود. نتكلم في السيارات، العربيات دلوقتي اللي انا ممكن ابرمج العربيه بتاعتي ان هي تروح المشوار اللي انا عايزه بدون ما انا اتدخل، واكون سايب التليفون بتاعي كاملا وانا ماليش دعوه باي حاجه، والتليفون بتاعي هو اللي بيدي الاوامر بالعربيه او السياره بتاعتي، والعربيه هي اللي بتتحرك وانا رايح، ممكن اكون نايم اصلا. ده موجود. نتكلم كمان فكره ان الصين مثلا، ادي مثال صغير، الصين عملت حاجه جميله جدا. الصين عملت قاضي مزود بكل القوانين وكل الاحكام الموجوده في الصين، وجابت القاضي ده اللي هو عباره عن روبوت بيستخدم الذكاء الاصطناعي. معايا؟ تخيلي الموضوع مخيف جدا. وجابته بدأ يكون في بعض الجلسات، وبدأ ان هو يتعامل مع المتهم يعني ما يتعلق بدائرة المحاكمة، وبدأ يكون موجود. نتكلم في يعني تداخل يومي للذكاء الاصطناعي. نتكلم حاليا ان في سمارت سيتيز بتقدر ان هي تعرف الشخص اللي داخل عن طريق السنسورز. ده طبعا بيبقى تكامل ما بين الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. نتكلم في استخدامات يوميه، وده يعتبر الليفل الثاني من ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، وان كان ده يعني فوائده او الفايده بتاعته اكتر من اضراره. اخر نقطه، ودي نقطه مخيفه جدا فيما يتعلق بدرجات الذكاء الاصطناعي، ويمكن ايلون ماسك، وده رد على سؤال حضرتك مهم جدا. ايلون ماسك طلع اتكلم من فتره بسيطه جدا، قال لهم يا جماعه الذكاء الاصطناعي ده انا خايف اقول لكم ان هيكون اخطر مليون الف مره. تاني، الذكاء الاصطناعي هيكون اخطر مليون الف مره من القنبله النوويه. طبعا هو ده طبعا مش في عمر ما يعدي كده مرور الكرام الا لما يكون في مشكله. خليني اقول لحضرتك امثله صغيره جدا استدل بالكلام ده فيها. الذكاء الاصطناعي مع مارك مثلا مؤسس فيسبوك قدر ان هو يفهم ويعمل شفره برمجيه الذكاء الاصطناعي مع بعضه عن طريق الات الروبوتس الموجودين، قدر يعمل شفره من غير ما يكون الانسان على علم بيها. ولو جينا هنا للنقطه دي هنلاقيها مخيفه جدا، ازاي العقل الالي يقدر من خلال ان انا اغذيله المعلومات دي كلها يقدر ان هو يبتكر طريقه يتواصل مع بعضه بيها ويرد على الانسان ويقول له انا مش عايزك تعرف اي حاجه من اللي انا بكتبه والكودينج اللي انا بكتبه. طب استاذ احمد سريعا، عايز اسال حضرتك سؤال. شفنا برضو خلال الايام الاخيره الكلام على الاجسام الغامضه اللي اسقطوها في امريكا وكندا، وبعض الناس بيقولوا طب هو ده ممكن حد يستخدمه انه مثلا يعملوا هولوجرام انه يبين ان في حرب وهو مش حاصل حاجه. هل ده ممكن يحصل فعلا؟ ان يحصل صحيح مثلا زي ما جدا بيقولوا جدا غزو جدا فضائي او حاجه؟ صحيح جدا. على فكره ممكن الهولوجرام يخلي اي حد يشك فعلا
حقيقي ان 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 يكون في حقيقه للحاجه اللي عينينا بتشوفها. خليني اقول لحضرتك حاجتين بالذكاء الاصطناعي تلخيصا للكلام ده بسريعه. اولا تقنيات زي ديب فيكس وديب نود والافلام اللي احنا بقينا نشوفها كلها المعتمده على الذكاء الاصطناعي في تغيير الوجوه وتغيير الفيديو، وان انا يكون حد اصلا موجود ويظهر صوره وشكل حد تاني. تقنيات حديثه جدا ومدعومه ب يعني تقنيات عاليه جدا، بدا من خلالها ان يبقى في ايهام للناس. والمناسبه ده ممكن طبعا فجاه يخليني اشك ان في مثلا معركه بتقوم في الصحراء بين جيوش العالم كله، هو ولا واحد اصلا موجود في الصحراء، انطلاقا من مثلا ما يتعلق بالهولوجرام والتقنيات المستخدمه فيه. أستاذ أحمد أنا بشكر حضرتك جدا. الحقيقة أنا مش عارفة الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي رايح بينا لفين، بس إن كل الحاجات اللي كنا بنشوفها في أفلام الخيال العلمي بدأت تتحقق، وآخرها مثلا المحامي الروبوت واللي عملته شركة أمريكية وجهزته للترافع عن المتهمين في ساحة المحاكم زي ما الصين عملت من كام سنة برضو. فأتمنى إننا بما إن كل شيء كنا بنشوفه خيال علمي بقى يحصل دلوقتي، إننا ما نشوفش نهاية الكوكب على إيد الذكاء الاصطناعي. وبكده تكون خلصت فقرة سكوب. خلونا نروح دلوقتي نشوف فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا، استنونا. نبدأ من الانستجرام لأنها نشيطة عليه جدا، بيتابع ياسمين عبد العزيز 16 مليون و600 ألف متابع، وهي بتتابع حوالي 37 أكاونت بس، منهم نجوم من الوسط الفني زي الفنانة هند صبري، سوسن بدر، إيمان السيد وغيرهم من النجوم. طبعاً إحنا ملاحظين وأكيد أنتوا كمان أن ياسمين عبد العزيز الفترة دي نشيطة جداً على السوشيال ميديا بعد غياب طويل بسبب مرضها. تعالوا نشوف تفاصيل صور الإنستجرام عند ياسمين عبد العزيز. لحد دلوقتي نشرت حوالي 860 صورة وفيديو. الصور كلها عبارة عن بوسترز لأعمالها ومشاهد لمسلسلاتها وأفلامها، وكمان فوتو ساشنز ليها، ونشرت أكتر من 50 صورة لفوتو ساشنز كلها بلوكس متنوعة ومتميزة. ولكن إحنا لاحظنا إنها بتحب جداً تتصور سيلفي سواء صورة أو فيديو، فلقينا إنها نشرت أكتر من 20 سيلفي ليها على الأكاونت. ياسمين عبد العزيز بتحب جداً تشارك جمهورها بكواليس أعمالها زي آخر إعلان صورته لواحد من شركات الاتصالات. من المعروف عن ياسمين عبد العزيز بعلاقتها الطيبة بنجوم الوسط الفني، خصوصاً أصدقائها القريبين أحمد السقا، منى زكي وأحمد حلمي، فهي نشرت حوالي 20 صورة بتجمعها بيهم. طبعاً أكبر عدد صور موجودة على أكاونت ياسمين عبد العزيز بتجمعها مع جوزها الفنان أحمد العوضي، فتقريباً نشرت أكتر من 50 صورة وفيديو ليهم في أماكن ومناسبات مختلفة، ودايماً الفيديوز دي بتكون ترند. من الانستغرام نروح للفيسبوك، وبيتابع ياسمين عبد العزيز 18 مليون على الفيسبوك، وتقريبا معظم البوست على الاكونت كلها كوميكس وحاجات كوميديه من اعمالها. كده نكون خلصنا فقره السوشيال لاب. المدارس رجعت والدراسه بدات من اول وجديد، وبالمناسبه دي في موضوع شاغل بال كتير من الاهالي، خصوصا اللي منهم مهتم انه يعلم اولاده تعليم معتمد على اللغات سواء كان في مدرسه تجريبي او لغات او حتى انترناشونال. والموضوع ده هو ان اللغه العربيه ما بقتش واخده حقها بين الطلاب، واللي بقوا بيفضلوا ويهتموا جدا بتعلم اللغات الاجنبيه. وطبعا ده حلو وكل حاجة، لكن الموضوع انه يوصل لمرحلة ان الطفل او الطالب يبقى مش عارف حاجة عن لغته الام، او ان كل كلامه مع اهله يبقى بالانجليزي، هي دي المشكلة الحقيقية. عشان كده احنا معانا النهاردة ضيفة مهتمة جدا باللغة العربية، وكل المحتوى بتاعها قايم على فكرة انها تعلم الناس العربي بطرق سهلة وغير تقليدية. منورنا النهاردة إسراء صالح، مؤسسة بيج سوبر أبلة. إزيك يا إسراء؟ الحمد لله كويس. عاملة إيه؟ الحمد لله. قبل التصوير سألتك قلت لك عندك أولاد ولا لأ، قلت لي لأ ما عنديش، وأنا استغربت جدا لأن دايما الواحد بيحس إن هو عايز يدور على حل المشكلة علشان هو فيها. إيه اللي خلاكي تفكري في البيج بتاع سوبر أبلة؟ من وأنا طفلة كنت بطمح إن أنا يبقى عندي شركة. أوكي. وإن أنا أبقى سيدة أعمال بقى، ويبقى عندي فلوس كتير قوي. أوكي. فطول عمري شايفة إنه ممكن نبدأ شركات من غير اي راس مال. أوكي. بمجرد افكار. لما اشتغلت في البيزنس، واخر شركه اشتغلت فيها من 3 سنين، اكتشفت انه في مشكله حقيقيه اصلا في العربي، وفي طلب عالي جدا لتعلم اللغه العربيه واحتياج، لكن العرض قليل جدا، بمعنى ان المدرس الموجود تقليدي، المحتوى اللي موجود محتوى منفر غير جاذب، في
صدام ما بين هويتنا وما بين ان احنا نبقى عارفين اكتر عن اللغه العربيه، فقررت ابدا الموضوع واستغل كل المهارات اللي اعرفها في حياتي، لان انا اصلا كنت حكاكه وبعمل حاجات في فرق مسرح وليه علاقه بالبزنس وبغني وحطيت كل حاجه كتيره. ايوه بالظبط، حطيت كل اللي اعرفه في حته واحده وخليت سوبر ابلا تبقى بيج في الاول، وحاليا هي شركه بس وعندها ويب سايت وبرودكتس بنبيعها وحاجات كده. بس كان الهدف الاساسي ان انا ازاي اجيب فلوس من الهوا على احتياج حقيقي يكون موجود. صح. طب واخترتي الاسم ازاي؟ يعني سوبر ابلا تحسي ان هو نصها كلمه انجليزي ونصها كلمه عربي. اول حاجه عشان نعلم طفل لازم ننزل لدماغه مش هو اللي يطلع لدماغنا. صح. يعني لازم تنزلي له وبعدين تاخديه عندك. اوكي. فكلهم بيحبوا السوبر هيروز طبعا، فما اعرفش هي جت سوبر كده، وبعدين حسيت ان كلمه ابلا اصلا هي كلمه اصلها تركي لكن معناها الاخت الكبيره. فحسيت ان انا مش كبيره قوي لدرجه ان انا ابقى ام الاطفال، يعني طبعا اخلفهم بس يعني قصدي مش كبيره قوي لدرجه ان انا ابقى ام اجيال بالزبط. مثلا في اعدادي بس مدرستهم او اختهم الكبيره بالظبط، وبحب اصغر نفسي كمان. طبعا كلنا مش انت لوحدك. فقلت بقى ايه نرجع كلمه ابله دي ويبقى فيها النوع ده من الحميميه يعني كجمله، فاسمها سوبر ابله. اسم تالين، تاء فاكرينه طبق وفي نقطتين، الالف مد طلع من ماسك ايدين التاء، بعد كده اللام لوحدها والياء طبق تحتي نقطتين والنون كرش تحت السطر وفوقي نقطة تالين مد بالالف والياء. الناس اللي بتيجي تبعت لك على البيج بتاعك على السوشيال ميديا بيكونوا اكتر اطفال ولا كبار؟ من ده على ده مينلي امهات، والامهات بتبقى مصوره ولادها بقى. اوكي. وتقريبا عندي تلاميذ من كل انحاء الوطن العربي بقى وحاجات كده. هل حقيقي يا اسراء فعلا ان العربي بيحتاج مجهود اكبر في تعليمه عن باقي اللغات؟ هو العربي اصلا كلغه هي ثالث اصعب لغه في العالم، وفي ناس تانية او دراسات تانية بتصنفها انها اللغه الخامسه الاصعب على العالم. اوكي. واللغه الاولى في الصعوبه هي الصيني، وبعد كده لغه ميته، وبعد كده اللغه العربيه. اوكي. صعوبه العربي مش في انك تكتبي، في اختلاف التشكيل اللي بيغير المعنى تماما لو الضبط طبعاً للكلمه اختلف. فالعربي طبعا لغه صعبه ولغه ثريه جدا وجذورها كبيره بتعدي المليون و300 الف جذر، في حين الانجليزي ما كملش نص مليون. Yeah. فهي لغه ثريه جدا 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 طبعا جدا. فصعوبته تكمن بقى في حاجات كتير. تكمن في انه المدرس تقليدي ما زال بيتعامل مع الطلبه بطريقه معينه ولشكل معين واسطمبه محفوظه، فمش شبه مدرس الانجليزي، فبتلاقي العيال في المدارس الانترناشونال مثلا بيبقوا ايه حاسين انه ده مش شبه المدرسين الباقيين. طب اسراء انت اتعلمتي العربي ازاي؟ اصلا انا شايفه كمان مخارج الفاظ هايله ومش بس عربي يعني، فاهمه؟ طب بصي الموضوع مضحك قوي. قولي. اصلا احنا في عيله مامتي معاها ماجستير عربي وجدتي تعتبر كانها موجهه عربي. أوكي. وجدتي دكتور في الجامعه لغه عربيه، ففي وقت الفراغ لما كانوا بيدونا مجله ميكي كان ممكن فجاه كده بتقري زي الناس بيحدوا لك اعربي بقى الكلمه دي لو جوه مجله ميكي عادي. عادي جدا. الالف تشبه لمي وانا واقفه كده اهو، الالف تشبه لمي واحنا واقفين كده اهو. طب والبيت زي ايه؟ طبع تحتي نقطة، عندي رجل البطة وك وك وا، طب والتاء طبق وفوقي نقطتين، عند عنيني التمتم ساح. طب والثاء زي ثلاثة، طب والثاء زي ثلاثة، نقطة فوق نقطتين تحتيها، نقطة فوق نقطتين تحتيها. طب بقول لك يا اسراء، دلوقتي في المدارس هم بيبتدوا مثلا ان هم بيعلموا في اللغات مثلا او في المدارس الانترناشونال او اي حاجه بيعلموا عربي وانجليزي من اول ما بيدخل الطفل المدرسه، وبعدين بييجوا في مراحل بعد كده بيبتدوا ياخدوا فرنساوي. انت شايفه ان المفروض الطفل يكون بيتعلم كذا لغه في نفس الوقت اول ما بيدخل المدرسه؟ بصي هي مدارس في مدرسه عامه بقى لها يمكن 10 15 سنه بتتكلم على ان الطفل يقدر يتعلم اب تو 6 لغات في نفس الوقت من هو عمره صفر يعني في بطن امه لحد ما يتم 4 سنين، 6 لغات بس عمره ما هيبقى قوي فيهم الستة مع بعض. لا لا، ازاي بقى يبقى قوي فيهم؟ ازاي؟ الطريقة ان هو بياخد اللغة من شخص واحد او تقدم له بجملة تامة. اللي بيحصل المسخ بتاع روح افتح الدور وتعالى هات الباك بتاعتك والجوز بتاعك فين، ده بيعمل تخلف عقلي عند العيال. بيخليهم قاعدين متربنين كده مش فاهمين ايه اللي بيحصل. لان انت دمجتي له كام كلمة من بعض من عدة لغات، فاللي بيحصل هو لا بيبقى قوي في ده ولا بيبقى قوي في ده. اللي احنا المفروض يحصل يا اما يبقى شخص واحد هو مقدم اللغه دي للطفل، او ان اللغه تقولي له جمل تامه واضحه بشكل كامل، لما تقول له جو ان جات يور باج او روح هات شنطتك.
انما اللخبطه دي فيها مشكله. واهم حاجه قبل ما نتكلم عن اللغه العربيه كلغه او الفصحى، احنا محتاجين نعزز العاميه، لانه العاميه المصريه لغه مش لهجه، وثريه جدا 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 جدا، وليها ستراكشر، ليها طريقه اصلا لصياغه الجمل. بس احنا لما بنيجي نكتب وكده برضو ما بنستخدمهاش. انا بتكلم في الفورمال، يعني انا بتكلم لازم تكون كبدايه. يعني انت شايفه ان العامي للطفل مهم عشان يتعلم اللغه العربيه؟ أساسي. لازم يكون هو اللي نبدا بيه. ولو ما عملناش يعني كده بالطبيعي هنبدا بيه، لانه في البيت للاسف ما بنبداش بيه في التعلم. اللي بيحصل ان الطفل بيروح المدرسه يلاقي انه بياخد اذن وابريق وقنينه واسامي اصلا غير مستخدمه، ومش قادر يربطها بكلام موجود في حياته اليوميه. فده بيعمل له ظاهره لا اقول اسمها ظاهره الازدواج اللغوي او الدياجلوسيا اللغويه. ظاهره الازدواج اللغوي دي شبه كده بالظبط ان الفرنساوي والايطالي. انا ابني عامل كده، هو ده جاي من اللاتيني، الفرنساوي والانجليزي والايطالي مثلا، هم كلهم جايين من اللاتيني. تخيلي ان احنا بنتكلم فرنساوي واروح المدرسه ادرس لاتيني، هل ده معناه اني هفهم؟ لا طبعا، حتى لو ده مشتق من ده. فانت في الاول لازم تدرج لي عشان افهم الجذر الكلمه جاي منين. يعني مثلا احنا نبتدي الاول نقول الكلمه بالعامي، وبعدين بعد كده نقولها له باللغه العربيه. لا، هو في حاجه اسمها ستاندردايز ارابيك او اللغه يعني العربيه الميسره. فالودان دي بعد كده اسمها اذن ولا ايه؟ انا مش محتاجه اجي جنب هنا خالص. امال ايه؟ انا محتاج لما اجي اديله الف اديله الف بحاجات من حياته اليوميه. يعني مثلا لما اجي اديله الالف، يعني المنهج اللي انا حطاه مثلا الوحده الاولى فيه اسمها انا من مصر. فبنتعلم الحروف اللي هي الف نون ميم صاد راء. فلما باجي اكتب انا دي انا لازم اعرف ذاتي. وبعد ما اعرف ذاتي ابتدي اعرف انا جاي منين، الروتس بتاعتي منين، جذوري منين، ابتدي اعرف ان انا من مصر. فبنيجي ندرس الالف بندرسها على اكتر من محور. المحور الاولاني ان انا بعرفه عن طريق حيوان، زي اتوبيس كومبلي كده، حيوان واعرفه عن طريق مهنه، واعرفه عن طريق اكله. فالاكله مثلا ام علي دي اكله مصريه صرف، وبدات من مصر وليها ظرف تاريخي اصلا في قصتها. ومش مفروض ادرس الضبط دلوقتي، المفروض اتعرف على الحروف الاول. صح. وبعد زي الجولي فانكس في الانجليزي. اوكي. هو ما بيدرسوش القواعد. صح. في البدايه بيدرسوا الاول يشوفوا الحرف صوت. بيطلع شكله عامل ازاي او صوته عامل ازاي. بالظبط. فانا المفروض ابقى عارف ان الالف ا او ا. وبعدين بعد ما اعرف الحروف كلها 28 حرف وابتدي يبقى عندي مخزون لغوي قوي، ابتدي ان انا ادخله بقى فكره الضبط، سواء فتحه ضمه كسره سكون، وابتدي اعرف بقى. وبعد شويه بشوف الشده مثلا بتظهر امتى، وبعد كده اعرف اكتر عن القواعد. انما اللي بيحصل دي مشكله، ان انا في الاخر بعلمه في اول كده خبط لازق ا اي او، ده اللي احنا كنا بنتعلمه زمان حتى في الانجليزي على فكره. يعني زمان ايه فور ابل مش عارفه، بي فور بول بالانجليزي كنا بناخد ده. دلوقتي بشوف التعليم مثلا بتاع الصغيرين اللي هي الفونكس، فعلا زي ما انت قلتي اللي هو صوت الحرف عامل ازاي، مش ايه يعني ابل. فواضح ان هو ده التعليم الجديد برده في اللغه العربيه. ده اللي لازم يحصل بالظبط. في العربي للاسف لسه ما وصلناش لده. بس في محاولات من ناس كتير، حتى بتكتب كتب اطفال بالعاميه، وفي كتب هايله طالعه قريب، وفي دور نشر بقت قايمه على العاميه، لانه لازم الطفل يبقى مرتبط بالكلمات المستخدمه في حياته اليوميه. بالظبط. وفي كلمات على فكره عاميه هي لغويا صحيحه كتير وموجوده في القاموس طبعا. فاحنا محتاجين نروح لده، ان تبقى كلمات تبقى ستاندردايزد او عربيه ميسره، تنفع تكون موجوده هنا وتنفع تكون موجوده هنا. صح. وبعد شويه نعمل تصعيد ونقول له انه في مرادفات، ان الكلمه دي ممكن تكون كده ممكن تكون كده ممكن تكون كده. صح. انما لما اخد خبط لزق كلام غير مستخدم مش هوصل بيه في حته. صح. وهخلي الطفل يبقى عنده كراهيه. طب يلا يا ابله اديني حصه عربي دلوقتي عشان ايه نصلح شويه العربي اللي انا عارفاهم. اتفضلي اديني حصه يا ابله. قولي عايز تعلمي ايه طيب؟ لا انت قولي لي بقى، اختبريني. اختبرك بس ما تروحيش في حاجات صعبه لو سمحتي يا ابله، تفضحينيش قدام الجمهور. بصي انا مهتمه اصلا بالفئه العمريه اللي هي من 3 ل 6. اوكي. فممكن مثلا هقول لك حدوته. اوكي. وبعدين انت هتقولي لي منها، هسالك اسئله بيزد على الحدوته. اوكي يا ابله. او بناء على الحدوته. اوكي. كاني زي بتاع ال 3 ل 6 دول بالظبط. اتفضلي. طيب. كان مره ال 28 حرف ماشيين. اوكي. ورايحين رحله. بس كانوا حرانين وعطشانين وزهقانين. في ثلاث حروف منهم شقيه جدا. اللي هم الالف والواو والياء. مشوا مع بعض شله قدام والباقيين كانوا ماشيين ورا. فهم خايفين من بقيه الحروف ان هم يقولوا ان هم حرانين وزهقانين، بس ان هم ماشيين في الصحراء رايحين يعملوا معسكر بقى ويشوا ويعملوا حاجات كده. فخايفين بقى يقولوا كده، فالباقيين يتريقوا عليهم. فضلوا يقولوا بصوت واطي من جوه كده، احنا حرانين قوي، احنا زهقانين قوي، احنا عطشانين قوي، احنا جعانين قوي. وعشان زهقانين وعايزين يخلصوا ففضلوا يمدوا يمدوا يمدوا. فمين بقى هم حروف المد؟
الالف والواو والياء اللي بيقولوا ايه قوي. اوكي. يبقى صوت الالف عامل ازاي؟ ولو هيمد الواو والواو هتمد يبقى صوتها عامل ازاي؟ ولو ليه هتمد يبقى صوتها عامل ازاي؟ بالظبط. شاطره شاطره. ينفع يعني؟ الحمد لله الحمد لله اديتيني درس من 3 ل 6 سنين انا ماشيه فيه كويس. طيب اكتر حاجه عملتيها على السوشيال ميديا او فيديو حسيتي ان هو عليه اقبال كبير جدا من الامهات كان ايه؟ ده سؤال صدقي عمري ما ركزت يعني فيه. عارفه في فيديو كده بتحسي ان هو الناس اهتمت بيه قوي او الاطفال اهتموا بيه قوي وعجبهم او يعني حسيتي ان الناس كانت فارق معاهم الفيديو ده؟ ده فيديو اتطلب مني وبعدين لقيت ان هو ضرب جامد قوي. ازاي الاولاد تفرق ما بين الجيم والحاء والخاء؟ فبعتي لي وشين ارجوكي. هم الناس بدات الاول جيم و الثلاث نقط دولت مجننني. فقالوا لي ايه ده، انا ابني ما بيعرفش يفرق. فعملت حدوته كده وحطيتها، وبعدين فجاه كل الناس تقول ايه ده انا ابني بطل خلاص بقى عارف ازاي يعملها. فحكينا قصه كده انه كان في نقطه، والنقطه دي كان في راحت الغابه ولقت ثلاث بيوت فيهم ثلاثه شبه بعض، ثلاثه توأم. فخبطت على اول بيت لان هي كانت محتاجه تشرب وتخش الحمام وتغسل وشها، انا جايه من مشوار بعيد. فاول بيت قال لها بلا بتاع بقى، انا مش طايق نفسي وحران وما تجيش عندي تاني خالص. فدي الحاها ما عندهاش نقط لانها حرانه ومش طايقه نفسها ومش عايزه حد معاها. وبعدين يا دوب بتخبط على الباب التاني راح الباب اتفتح اكلتها لانها كانت جعانه. فالجيم جعانه، فبتحط النقطه فين؟ في بطنها بالظبط لانها جعانه. فراحت النقطه طلعت وطلعت تجري وراحت عند البيت التالت بقى. فكانت عماله تعيط وزعلانه وخايفه، فقابلتها الاخت التالته قالت لها ايه ده انت خايفه؟ لو ما شلتكيش الارض اشيلك فوق دماغك. فوق راسي. لانها خايفه. فضلت طول عمرها بقى الخوف فين مكانها؟ فوق راسها. مفهوم. فساعات بقى الولاد بيقول لك ما دي حرانه، فيجي مثلا يكتب حمار يقول لك حرانه؟ سهله فعلا، سهلتيها جدا. وبعدين مثلا تقول له مثلا جمل يقول لك جعان. وبعدين مثلا خروف خوفه؟ ايوه هو بقى عارف. افتكر القصة يعرف بقى مكان النقطة. فعلا سهلتيها. طب بتجيلك ازاي الافكار يا اسراء ان انت تعملي القصص كده؟ هذا من فضل ربي، ملوش علاقة، ما اعرفش. بتفكري فيها كتير؟ برزع اي حاجة تطلع. لا خالص. يعني انت بتبقي قاعدة بتشوفي ايه المشكلة او الفيديو اللي عندك النهاردة او الحاجة اللي هي مطلوبة منك للاطفال من الامهات وكده، وبعدين بتروح جايلك الحدوتة في دماغك. هو بيبقى فيه كونتنت مكتوب. وبعدين بيشتغل على محاور معينة، بس لما حد بيطلب حاجة زيادة لا بعملها له طبعا. بتطلعي الفكرة كده مرة واحدة. موهبة بقى. لا ما شاء الله هايلة. طيب في أمهات كتيرة جدا بيكون عندهم مخاوف إن هي حاسة إن ابنها خطه بشع أو بنتها خطها وحش، وإن في أطفال تانيين مثلا خطهم أحسن منهم شوية. تفتكري إيه هي الفئة العمرية إن المفروض يكون الخط فيه مقري؟ مش هقول لك إن هو يبقى شكله حلو وفظيع وتحفة، بس بقى مش قلقانة وحاسة إن مثلا الطفل ده مش رايح حتة ضايعة مثلا. طب خلينا الأول نتفق اتفاق. انا شخصيا لحد النهارده خطي زي الزفت. بس بيتقري. لا والله كان في وقت بتوصل في الجامعه زي خط الدكاتره كده. متخيله يعني انا في ماده سقطت فيها في الجامعه لاني مش عارفه اراجع، مش عارفه انا كتبت ايه. انت مش عارفه تقري خط؟ خطي بشع. اوكي. الخط ده علم وفن. ان انا اقرا واكتب دي مهاره، وان انا خطي يبقى حلو دي مهاره ثانيه. فلو انا عايز اعزز مهاره الخط يبقى محتاج قوي ان انا اقوي حاجه بنسميها الفاين موتورز سكيلز، اللي هي زي القوه العضليه للايد، لانامل الايدين وللصوابع والاطراف. فمحتاج مثلا اجيب له كوره يقعد يضغط عليها في بدايات خالص، مفروض زي الحاجات اللي بيقولوا عليها ستريس ريليف، اللي هي أيوة بتطلع الستريس من ايد التوتر. ان انا اشتغل بحاجات سنسري او حاجات حسيه زي الصلصال، التشكيل بالطين، اي حاجه. فان انا ده بيخليني اقوي العضلات دي. وعلى حسب الفئه العمريه محتاج يكون الالم كبير، تخانه الالم لازم تكون كبيره. ففي الوان مثلا بنبدا مع الاطفال لازم يكون الالم سمكه كبير جدا كده. زي الفلوماستر اتخن شويه. ايوه ودول بيبقى في المكتبات طبعًا. عادي. بعد ما اتاكد ان ابني ماسك الالم مظبوط، الفكره الخاطئه بتاعت ان انا اكسب بالذات دي موجوده لغايه دلوقتي في العربي في الواجبات. السطر اللي بنفضل امسك الكراسه من اولها لاخرها، ايه الحكمه؟ انا نفسي اعرف ايه الحكمه في ان انا اكتب 9000 مره طالما عرفت وادركت هي معموله ايه؟ ما هو مش تقدير. والخط عمره ما هيتحسن بانك بتقدرني، ومفيش حاجه بتتطور وانت غاصبني عليها. فاللي هيحصل ان احنا محتاجين بقى نرجع ان الخط ده علم في حد ذاته. لما اتقن القرايه والكتابه اروح اخد بقى دروس خط، اتفرج على فيديوهات اعرف الخط بيتكتب ازاي، اتعرف على انواع اخرى للخط، افهم ان هو فن، ابتدي اشوفه واطلعه، وابقى عارف ان الخطوط دي انواع كتيره جدا وليها طرق كتيره جدا في الكتابه.
بس عامة المهارة بتاعت الكتابة تقريبا من 6 سنين. 6 سنين المفروض يكون شوية مقري، يعني كلمة أو كلمتين يكون شوية مفهوم مقري يعني بالنسبة للشخص الطبيعي. مفهومة. أوكي طيب، أنت إيه رأيك في موضوع إن إحنا بقينا نعلم لغات كثيرة للأطفال؟ هل دي حاجة كويسة ولا لأ؟ حاجة كويسة جدا، بس الأول يعرف لغته، مش ما يبقاش عنده جذر ولا عنده هوية ولا فاهم أي حاجة. وبعدين أديله، أصل هي اللغة مش مجرد كلام، اللغة دي أصل وتاريخ، وانت مين وجايه منين بتعملي ايه وعملتي ايه. فلو ده مش عند ابني او بنتي يبقى كل سنه طيبه بقى. ايوه بس مثلا يعني بنحس ان الاولاد مثلا بقوا في البيت بيتكلموا انجليزي اكتر ما بيتكلموا عربي لو هم مثلا في مدارس لغات او انترناشونال، يعني بتحسي ان هو نسي العربي خالص لدرجه ان احنا بنوصل لمرحله ان هو عارف يعني ايه سجاده بالانجليزي بس مش عارف يعني ايه سجاده بالعربي. لا ما هو المفروض بقى نعمل ايه؟ هقول لك بقى نعمل ايه. اول غلطه بيقع فيها الاهالي انه هو بيتكلم ابنه عربي والولد رد انجليزي بيبقى متخيل انه فاهم، انه في لحظه من الاوقات هيطلع المخزون اللي عنده. ده مش حقيقي. والدليل على ده العمال اللي موجودين في الهرم اللي بيشتغلوا على الكاريتا او على الحصان ده، هو تلاقيه فاهم بتاع 7 8 لغات، لكن هل ده معناه انه بيعرف يتكلمها؟ لا. زي ما قلت لك، مهاره القراءه حاجه ومهاره الكتابه حاجه ومهاره الفهم حاجه ومهاره التحدث حاجه تانية خالص. فانا محتاج ان لما ابني يكلمني عربي، لما انا اكلمه عربي يرد عليا بالعربي، ولما يرد انجليزي اقول له لا دي كذا، رد عليا عربي. افضل طول الوقت بس وراه. فعلا لما حد من الاطفال بيكلمنا انجليزي واحنا بنكلمه عربي بنفتكر ان هو فاهم السؤال خلاص، فهو هو فاهم، لكن ده مش معناه ان هو هيعرف يتكلم. وهو في نفس الوقت لما مثلا الخناقه لسه هقول له رد عليا بالعربي، لما تيجي تتخانقي مع الطفل او بتوجهيه يعني ما تنسي بقى خلاص، مش هتقولي رد عليا بالعربي في جوه الخناقه، نعمل ايه؟ لا لو مرتين ثلاثه هو هيتعود. اوكي يعني جمله ابنك على ما تعوديه دي حقيقه جدا جدا. ولا كان جوزك دي حاجه منهم يعني؟ طيب في حاجه منهم يتعود، حاجه منهم يتربى، اتنين يتعلموا ما فيهاش حاجه. بالظبط. فاللي هو لا، انت عوديه على سيستم معين هو هيمشي عليه، ولازم يكون في قرايه. وقرايه يوميه، ولو قريته كل يوم بالذات لو الكتب العاميه في المراحل الاولى الموضوع هيختلف تمام. طيب ايه رايك في الناس اللي هي بتفتكر ان انت لما تتكلمي، انا بكلم الكبار دلوقتي بقى، لما تيجي تتكلمي انجليزي يفتكر ان انت كده يعني في مستوى تاني احسن بكتير من مثلا اللي حواليكي وكده، مع ان مثلا لما بتسافري بلاد كتيره جدا في اوروبا بتلاقيهم متمسكين جدا باللغه بتاعتهم، حتى لما بيكونوا مثلا بيعرفوا انجليزي او حاجه، يعني فرنسا مثلا تلاقيهم مهتمين جدا ان هم يتكلموا فرنساوي، ومهما كان عارف انجليزي ممكن يعمل نفسه مش عايز يرد عليكي ومش فاهمك عشان هو عايزك تكلميه بالفرنساوي. احنا مثلا هنا عندنا العكس، زي ما بيقولوا عليها كده عقده الخواجه، اللي هو تحسي ان هو دايما عايز يتكلم معاك انجليزي عشان يبين صوره معينه، كان العربي هو اللي مش لذيذ وان هو يعرف لغه تانية افضل. ما هو الناس دي مظلومه جدا، لانه في نظره مجتمعيه ان انا لما اتكلم انجليزي فانا بقيت خرجت من طبقتي رحت طبقه تانية، وبقيت شكلي كلاس ولطيف. ما هو في الاخر وفي الاول كل واحد عايز يبقى شكله حلو وعايز يبقى مقبول اجتماعيا، وعايز ابنه يشتغل في شركه كويسه او بنته تكبر تشتغل في شركه كويسه، او عايز يبين انه بيفهم حاجه معينه. ده امتى يتغير؟ لما يبقى كلنا فاهمين انه مش معنى ان انا اتكلمت، ما هو برضه في الاخر في ناس بتتكلم انجليزي بيبقى عجيب جدا، اللي هو مس ميرفت ثانك يو فيري ماتش، الموضوع بيبقى ثانك يو جدا، فاهمه؟ فلما اتكلم صح. وانه الشخص، انا محتاج بقى نبدا بنفسنا، ان لما حد يكلمني عربي ما اتريقش عليه، ما اشوفوش اقل. طبعا لا، احنا كمان بنشوف على الفيسبوك مثلا حد كاتب ستاتس مثلا على الفيسبوك او على اي حاجه من السوشيال ميديا وبيبقوا كبار، يعني بتلاقي العربي الحروف نفسها اساسا غلط. ما هو ده ليه علاقه بقى بالتعليم. فهو اصلا ما اتعلمش عدل او اهتم بلغه تانية اكتر من اللغه بتاعته. لا مش بس الاهتمام، يعني لو انا اتعلمت، لو اتاسست صح، ملوش علاقه بالاهتمام خالص. عموما انا بشكرك جدا يا سوبر ابلة على الحصه الجميله اللي انا خدتها في سنه تلميذه شاطره ومجتهده. لا جدا جدا. ايه رايك؟ وانا واحده من الناس اللي هبتدي بجد اخلي ابني يتفرج على الفيديوز بتاعتك، لان انا حاسه ان هو فعلا ممكن يستفيد بيها. خليه يخش على الويب سايت. من عينيا خليه يعمل كده، ده احنا هناخد درس العربي عندك بدل ما ناخد درس في البيت. ان شاء الله. ميرسي جدا، مشكوره على وجودك معايا. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده، نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده ان شاء الله. باي باي.